إسرائيل فينا. هذا وإحنا رايحين نزور بسلام وتفتيش من نقطة لنقطة لنقطة باش الحونا وعينا في إيرز. قيموا وارفعوا ديك وارفعوا رجليك وارفعوا وقيموا طرحتكم وقيموا شالة وقيموا وصلتوا وفي نتفك ما يتيجي وارجع تفتش تاني. بوجهها إحنا في إحنا قاعدين معزولين وهم حيت ما نزور ولادنا كل 5 شهور 4 شهور مرة بخلبونا بنشفوا رياقنا جوا في السجن من جوا وفي إيرز من برا وكله تفتيشات وكله صعب. ممنوع المي تاخديها معاكي، بنطلع الساعة 3 الصبح ممنوع ناخذ معنا مي، كب المي قبل ما تطلعي، بنطلع بنكب المي، عبوا مي، بعطونا مي. يمين بالله بعرف انه نفسي يفحص المي اللي بنشربها اللي بخلونا نعبي منها، مي مضرة، مي طعمها دواء. وعند ما وصلنا السجن اللي هو عند ما وصلنا السجن طلعوا لنا الفئة هذه من اليهود الحثالة، هم الحثالة، وأمروا من صاحب الباص إنه يدخل علينا، فالباص صاحب الباص ما رضيش ودخلوا غصب عن صاحب الباص وفتحوا الأبواب ودخلوا علينا هم والصحافة وكلهم، وصاروا يغلطوا على أولادنا في السجن، وصاروا يغلطوا على أولادنا في السجن يعني يحكوا عليهم الفئران الحثالة اللي هملين اللي بصر إيش، وقلنا لهم إحنا أولادنا ولا حثالة ولا حاجة، إحنا أولادنا وأسرانا، إحنا أسرانا أبطال، إحنا بنفتخر فيهم ورافعين روسنا فيهم. إيدهم أولادهم اللي عندنا اللي عند المقاومة، فقلت لهم ما دام أنتم بدكم أولادهم أولادكم اللي عندنا اعملوا صفقة خلي أولادنا يرجعوا لنا أولادكم يرجعوا لكم. فحكى هذا الإشي بصير، قلت لهم ما دام بصيرش يبقى عمرهم ما بصير إشي، أنتم بدكم بدنا نشوف أولادنا زي ما أنتم بتزوروا أولادكم احنا بدنا نزور اولادنا. قلنا له تعال تفضل عنا على غزه وتزور اولادك، ما بيصيرش هذا الكلام، تتكون فوقهم. اليوم ايضا نلاحظ بانه اهالي الاسرى حينما توجهوا لزياره ابنائهم في سجن نفحه قد اعترض هذا المجرم الصهيوني الفاشي طريق هذه الحافله واعتلى الحافله طبعا مجبرا السائق على فتح الباب، ومن ثم اراد ان يتهجم على امهات الاسرى واباء الاسرى بالقاء بعض الكلمات والشتائم والسب، ولكن كما اشرنا وكما واضح بان امهات الاسرى ايضا لم يوفرنا هذا الحقير وهذا المجرم وهذا الطاغيه. نقول اعتراض حافلات ذوي الأسرى هذه جريمة، الصعود إلى الحافلة جريمة أخرى، محاولة السب والشتم لذوي الأسرى والحديث على أنهم قتلة وما شابه أيضا جريمة ثالثة، وبالتالي أيضا الصليب الأحمر يتحمل المسؤولية، لأن الصليب الأحمر هو الذي يقل هؤلاء من المعبر هنا إلى سجون داخل دولة الاحتلال، وبالتالي نحن نقول بأن هذه الجريمة يجب على المؤسسات الدولية أن تقف عند مسؤولياتها وتدين هذه الجريمة وأيضا توقف هذا المجرم.